هو الراجل لما يبقى باله رايق ويعرف يشتغل ويعرف ينجح يتقال عليه وراء كل رجل عظيم امرأة، والله ما كدبه. تعالوا دوروا كده على كل الناجحين، تعالوا دوروا كده على كل الرجالة اللي ليهم علامة في حياتهم المهنية، هتلاقيه دايماً أول كلمة يقولها أنا كان ورايا ست جدعة، أنا كان السند مراتي، الست الجدعة القوية الذكية اللي كانت بتدعمني نفسياً وأحياناً كمان ممكن الست تساعد جوزها مادياً لحد ما يقف على رجله. الست المصرية ست كده كوكتيل بتساعد في كل حاجة، مهنياً ونفسياً ومادياً ومعنوياً. تبقى راجع تعبان ومهلوك من الحياة وعندك اكتئاب ومش طايق نفسك، مجرد ما تدخل بس البيت تلاقي ست بتحتويك، بتطبطب عليك، بتقولك ولا يهمك، أنا واقفة معاك، أنا في ظهرك، قوم وكمل واشتغل وهتنجح. انتوا عارفين لما حد يبقى عنده يقين بيك، الست الذكية اللي بتحب جوزها بتبقى دايما تقوله أنا عارفة أن أنت هتنجح، أنا عارفة أن أنت هتكسر الدنيا، أنا مؤمنة بيك. الإيمان ده بيخلي الراجل ينور ويضحك وينجح ويكسر الدنيا حقيقي.